كابتن ياسر ابراهيم لاعب الفريق قال برضو امبارح كنا نتمنى ان نلعب على الميداليه الذهبيه او الفضيه في مونديال الانديه، ولكن قدر الله وما شاء فعل. احترمنا فريق الهلال السعودي الذي يمتلك تاريخا كبيرا، وكنا الافضل واهدرنا العديد من الفرص بجانب الاهداف الاربعه التي سجلها الفريق. واكد مدافع النادي الاهلي ان الفريق يعني عنده هدف رئيسي وهو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية لمواصلة حصد الألقاب وأيضا التواجد الدائم في منصات التتويج. عموما تعالوا نشوف برضو جانب من كلمة اللي هو قالها ونرجع نكمل كلامنا. الحمد لله طبعا ببارك للعيبه الرجاله دي اللي كانت قلبها على قلب راجل واحد في الملعب، محدش قصر، محدش بخل بنقطه عرق واحده، فطبعا بقول لهم مبروك وببارك للجهاز الفني والاداري والطبي وببارك للجمهور طبعا. حبيبي يا كابتن وليد الله يبارك فيك، وببارك طبعا للعيبه للجمهور اللي كان في ظهرنا وداعم لينا في كل مكان بنروحه. احنا اي نعم كان نفسنا نعمل لكم حاجه، ناخد مركز افضل من كاس، الحمد لله ربنا ما قرطش. ان شاء الله انا اوعدكم باذن الله ناخد افريقيا على المركز المره الثالثه على التوالي ان شاء الله، وهنيجي هنا تاني ان شاء الله يعني كاس عالم نحقق مركز افضل من كده ان شاء الله. توقعت تجيب جونين النهارده؟ لا والله ما توقعتش خالص، ما حدش بينزل متوقع، بس طبعا ده توفيق من عند ربنا طبعا، بحمد ربنا بشكر فضله طبعا، وبشكر الناس اللي باركت لي كلهم، واحنا كلنا هو ده النادي الاهلي، كلنا على قلب رجل واحد منعومي حبيبي، وده ده النادي الاهلي ودي لعيبه النادي الاهلي بتظهر في اي وقت طبعا، بقول لهم مبروك حمد طبعا صديق الغرفه فببارك لهم طبعا، وببارك لوالدي ووالدتي دعواتهم طبعا ومراتي واولادي، بقول لهم الف مبروك ان شاء الله وبهدلكم دي ان شاء الله. خبطه جامده قوي في عينك في ماتش بالميراس، الحكم ولا كانه موجود هنا؟ اه والله انا شفتها، يعني انا لما جه قال لي بقول له الكوره دي طرد، قال لي لا هو طالع من الجنب، لما شفتها في الفيديو كارثه زي ما انت بتقول فعلا، انت وراه في كل حته يا ابني. طيب ميداليه برونزيه تانية ليك مع الاهلي في تاني موسم على التوالي على طول، فبالتالي طموحك الفتره الجايه بتفكر ازاي وازاي بتخلق لنفسك دوافع؟ انت تعتبر حققت كل حاجه مع الاهلي لحد دلوقتي، بس الدوافع دايما لازم تكون موجوده باستمرار عند لعيب النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي كان جمهور النادي الاهلي زي ما بيقولوا كده بالمصري ما بيشبعش، واحنا كمان لازم تكون انت لعيب ما بتشبعش من البطولات، لا وانت كلها كام سنه بتلعبها لازم تحقق فيها اكتر حاجه من البطولات. طبعا كلنا هنفرح النهارده وهننبسط بالميداليه، بس لما نرجع على طول خلاص هتلاقي الصفحه دي اتقفلت وتفكر في افريقيا وتفكر في اللي وراك على طول، هو ده النادي الاهلي ما بياخدش حاجه ويفرح بيها ويفضل يتباهى بيها على طول، لا بنقفل على طول الصفحه بنفكر في بعد كده، كل ده بيتحط خلاص، البطولات بتتحط في الدولاب، لسه افكر في بكره وافكر في بعدين ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله مزيد من البطولات.